أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة المنتخب الجزائري في المباراة الفاصلة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم. ويختار مدرب المنتخب الكاميروني ريغوبيرت سونغ قائمة موسعة تضم 38 لاعبا سيشاركون في التربص المقبل للكاميرون والذي سيسبق مواجهة الخضر. كما ضمت قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة السد مع محاربي الصحراء ذهابا وإيابا مع نجوم المنتخب الكاميروني على مستوى الخطوط الثلاثة، يتقدمهم أبو بكر فانسانت لاعب نادي النصر السعودي. يذكر أن مباراة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر ستلعب يوم 25 مارس الجاري بالكاميرون، فيما يلعب لقاء العودة في 29 مارس بالجزائر. وإليكم القائمة التي كشف عنها الناخب الكاميروني ريغوبيرت سونغ. من جهته يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره الكاميروني في الدور الفاصل عن القارة الإفريقية بهدف وحيد هو التأهل إلى المونديال لتجاوز خيبة الخروج المبكر من كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون.